بما اننا في الساعات الاولى من صباح يوم جديد في سماء مصر، معانا كابتن محمود الونش. قرر ان هو يغامر ويشوف مصر من فوق في الساعات الاولى كده البدري. اهلا بيك يا كابتن. ربنا يخليك. الحمد لله. قولي، مستعد لمغامرتنا النهارده؟ ان شاء الله مستعد. عملت مغامرات قبل كده فين؟ عملت في مصر، في الجونه وفي شرم الشيخ، سفاري وكده يعني. وبتستمتع بالمغامره ولا تبقى خايف؟ لا، على حسب المغامره، بس يعني ببقى مستمتع اكيد. انت اصلا من بلبيس صح؟ تمام. طب قول لي كده، في مغامرات ممكن حد يعملها في بلبيس؟ في حاجات كتير، بس يعني اكتر حاجه انا بحب اعملها في بلبيس لما بروح، بروح الشارقه وكده، بحب اركب خيل. السكاي دايفنج عشان يبقى حلو كده والناس تستمتع بيه لازم يبقى فيه يوم بدري والناس تصحى فيه وتشوف السماء صافيه. انت مستعد بقى للصحيان بدري؟ وعملت ايه عشان تصحى بدري، ولا احنا جبناك على ملا وشك؟ لا والله، انا علشان حاجه نفسي فيها ونفسي اجربها صحيت بدري، وان شاء الله استمتع بيها عشان نفسي اجربها فعلا من زمان. قول لي تعريف الشخص المغامر من وجهه نظرك. يعني الشخص المغامر بيبقى دايما بيبقى قلبه جامد، ما بيخافش من اي حاجه، دايما بيبقى عايز يوصل لاي حاجه، اي حد يعني بقيه الناس ما يعرفوش يعملوها، هو بيحب يبقى مختلف عن الناس. لو كنت سوبر هيرو اسمك هيبقى ايه؟ لا، هو يعني الجمهور شويه كان طلع عليا حته سوبر وينش دي، فممكن سوبر تمشي سوبر وينش. النهار سوبر وينش هيطير فوق السماء ان شاء الله. طيب مين لعيب يا سوبر وينش في الملعب بيطير اكنه طلقه ليه جناحات؟ يعني في لعيبه كتير ما شاء الله سريعه، بس يعني يمكن اسرعهم هو يعتبر محمد صلاح دلوقتي ما شاء الله عليه يعني. مين اصعب مهاجم لعبت معاه؟ يمكن ابو بكر في منتخب الكاميرون في البطوله الاخيره دي. بس يبقى احنا كده خلصنا اسئلتنا، وعشان نتاكد من نسبتك كمغامر هنعمل في ار تيست، هتشوف فيه مغامره، وساعتها هنشوف بقى انت مغامر يجي منك ولا مغامر على الله حكايته ولا ايه بالظبط. هنعرف بعد الفي ار تيست. تمام. حلوه قوي يا جماعه. ايه اللي شايفه طيب عندك؟ بنزل بسرعه على الجبل. انا كنت هلبس في كذا طوب، وهو ده اللي كان جابنا، كان هيجيبني ورا. انا اروح الدايره البيضاء دي الاول. ماشي. ليه؟ ممكن تشيل اوعى يا ولد. طب اقعد اقعد. لا، الدايره دي بعيده قوي. وينش اوعى يا كابتن وينش، اوعى يا كابتن وينش. كابتن وينش، ايه العظمه اللي كانت في تيست الفي ار دي؟ لا، هي اللعبه حلوه جدا وشدتني وحسيت ان انا في الحقيقه، فما كنتش عايز اخلصها اصلا. طب دي كانت اللعبه، اما في السماء بقى هنشوف ايه اللي هيحصل. انت دلوقتي خدت معانا 70%، يعني مغامر يجي منه. تمام. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل في الجو، يمكن تبقى مغامر مش سهل خالص. بس قبل ما نطلع على الطياره ونطلع نشوف مصر من فوق، لازم تسجل فويس نوت تقول فيها حاجه، الحاجه دي مش هنسمعها الا بعد ما تنزل من الطياره ان شاء الله في السويس. سجل فويس نوت. طبعا انا كابتن وينش، مين نفسك ان يكون معاك النهارده ويعيش معاك المغامره؟ في اكتر من حد، في دونجا وفي شيكو، لكن انا ممكن اختار شيكو علشان بيخاف من الاماكن العاليه يعني. طب يلا بسرعه كلمه فيديو كول واحكي له عن مغامرتنا النهارده واحنا في طريقنا للطياره. ماشي، هكلمه. عم شيكو، يا وينش، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ يا كابتن مصر، كله تمام؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا حبيبي. دلوقتي انا دلوقتي رايح اعمل سكاي دايفنج، وانا قلت اختارك عشان انت عندك فوبيا من الاماكن العاليه، بس ان انا اكلمك. ابتديت اتوتر من اللي انت بتقوله ده. ليه؟ انا كان نفسي اجربها، والحمد لله اهوت موجوده في مصر دلوقتي وهعملها ان شاء الله دلوقتي. هنطلع من مطار العاصمه الاداريه وهننزل في السويس. اوبا ليسو. يلا باي باي علشان نروح. يلا سلام.